لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث واقع معركة أين الله الجزء 60، وعنوان حلقتنا النهاردة إلحاد الأشاعرة والوهابية. شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ الجامي قال أخطأ علماء الكلام عندما زعموا إن معنى التنزيه نفي الصفات، وزعموا يعني قالوا حاجة مش موجودة، اخترعوا حاجة جديدة في التوحيد اسمها عقيدة التنزيه. الدكتور عبد القادر الحسين رد وقال الكلام ده مش صحيح، لان الاشاعره ما اهتموش بنفي الصفات زي ما بيقول ابن تيميه والحشويه اللي معاه، ولكن الاشاعره اهتموا بالنفي اللي جه في القران والسنه. الله نفى عن نفسه التشبيه في القران وقال ليس كمثله شيء، وقال ان الاشاعره اهتموا بموضوع التقديس والتسبيح والتنزيه، وده اللي خلى ابن تيمية يفهم إن الأشاعرة ركزوا على نفي الصفات. والشيخ عبد القادر قال إن الأشاعرة ركزوا على الصفات السلبية اللي هي أصلاً نفي محض، والصفات السلبية هي أصلاً ليست صفات لأنها جاءت في القرآن بالنفي، وركزوا على الصفات المعنوية وأثبتوا 7 صفات فقط اللي سموها صفات المعاني، اللي هي القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، الكلام، السمع والبصر، وبقية الصفات نفوها طبعا، نفوا حقيقتها وأولوها وفوضوها. والتأويل والتفويض في الحقيقة هو نفي حقيقة الصفة، يعني نفي للصفة. والسبب لأن الأشاعرة قالوا إن إثبات صفات المعاني لا يؤدي إلى التشبيه. إثبات صفات المعاني اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر لا يؤدي للتشبيه، يعني لا يؤدي لتجسيم الله. طب إيه الصفات اللي لو أثبتها الأشاعرة بيقع في التشبيه؟ خلينا نشوف مع بعض الشيخ الجامي هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. ولكن الذي يوقع في التشبيه أن تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية بالأدلة النقلية ولا مجال للعقل إلى إثباتها، إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، أي إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر بالدليل العقلي لا يؤدي إلى التشبيه. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ الجامي وهو بيقول إن الأشاعرة رفضوا إثبات الصفات الخبرية النقلية بالأدلة النقلية لأن إثباتها على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، والصفات دي هي زي الوجه واليد والنزول والعلو والاستواء على العرش، دي كلها صفات سمعية خبرية. علشان كده الأشاعرة رفضوا حديث الجارية اللي احنا بنتكلم عنه كدليل أساسي في معركة أين الله، لدرجة إنهم بيأولوا كلام الجارية. وأخذنا مثلا على كده كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على حديث الجارية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني. وبغض النظر عن تحريف شيخ الأزهر للسنة وتغيير متن الحديث اللي أثبتناه في حلقات قبل كده، لكن يعني لما الرسول سأل الجارية أين الله قالت له الله في السماء، يعني الله في العلو، وده تجسيم وتشبيه، والعلو والصفة خبرية سمعية نقلية بالأدلة النقلية. والأشاعرة طبعا رفضوا أن الله يكون في السماء، ونشوف الشيخ الحويني هيشرح الموضوع ده إزاي في الفيديو اللي جاي. إنما لما نقرأ قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، أي إنسان لم تدخل عليه لوثة التأويل بل التحريف لا يفهم من هذا إلا فوقية المكان التي أنكرها كثير من الجهمية والمعتزلة. شفنا الشيخ الحويني بيقول إن اللي ينكر فوقية المكان لله دول مين؟ دول هم الجهمية والمعتزلة. وإحنا عارفين إن الأشاعرة جهمية وبينكروا علو المكان لله، وكمان الشيخ الحويني بيقول إن اللي ينكر فوقية المكان ده دخلت عليه لوثة التأويل، ومش كده وبس، لأ دول كمان محرفين. يعني معنى كلام الحويني إن الأزهر الأشعري بكل مشايخه عندهم لوثة وبيحرفوا في القرآن. ونشوف كمان الشيخ الحويني هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس بعرفة في حجة الوداع وقال
في خطبته: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار بأصبعه إلى السماء، يشير إلى السماء مرة ويشير إلى الناس مرة، ويقول: اللهم فاشهد. فهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى فوقية الله وعلوه تبارك وتعالى وأنه في السماء، ومن هذا رفع الناس أيديهم إلى السماء دون غيرها من الأماكن، وهذا فطر عليه كل إنسان. حتى أنك لو سألت الصبي الصغير أو البنت الصغيرة التي تعلمت الكلام، وأنا سألت هذا السؤال لعشرات أو مئات الأطفال حتى يعني أتأكد من صحة الفطرة، وأن المرأة إذا صحت فطرته نطق بالصواب في باب الاعتقاد. أسأل أنا الأطفال الصغار وسنه 4 سنوات 5 سنوات، أقول له: ربنا فين؟ يقول لي: فوق. أنا ما رأيت طفلا ولا طفلة تنعثم في الإجابة عن هذا السؤال أبدا، قل لي: قول فوق، ربنا فوق. وهذا لم يتعلم شيئا، لا عنده عقائد باطلة دخلت عليه، ولا أحد من لا الاعتقاد الصحيح ولا شيء من هذا، إنما هذا يفطر المرء عليه. وزي ما شفنا الشيخ الحويني استشهد بحجة الوداع لما أشار رسول الإسلام بأصبعه للسماء وقال: اللهم اشهد. ودي إشارة إلى فوقية الله وعلوه وإنه في السماء. وكمان قال إن الناس لما بترفع إيديهم للسماء دون غيرها من الأماكن دي كل إنسان فطر عليها، ده حتى الأطفال هو عمل التجربة دي يعني بنفسه معاهم، كل ما يسألهم ربنا فين يقولوا له فوق. أصل الأطفال ما دخلش عليهم عقائد باطلة زي الأزهر بيعلم الناس العقائد الباطلة، ده الطفل بيعرف إن الله فوق، يعني معنى كلام الحويني إن الطفل أحسن من شيوخ الأزهر والأشاعرة اللي دخلت عليهم لوسة التأويل بل والتحريف زي ما قال الحويني. ونعيد جزء من فيديو الشيخ الجامي ونشوف مع بعض: ولكن الذي يوقع في التشبيه أن تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية بالأدلة النقلية ولا مجال للعقل إلى إثباتها، إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه. يبقى الأشاعرة قالوا الذي يوقع في التشبيه أن تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية بالأدلة النقلية ولا مجال للعقل إلى إثباتها، إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه. عشان كده الأشعار اختاروا حاجة جديدة وقالوا رسول الإسلام لما سأل الجارية أين الله، الجارية قالت إن الله في السماء لأن السماء قبلة الدعاء. وخلينا نشوف ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بيقول إيه. فتح الباري شرح صحيح البخاري قوله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال ابن بطال أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. يعني ابن حجر شارح أعظم كتاب بعد القرآن اللي هو صحيح البخاري بينقل كلام ابن بطال اللي بيقول إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة المصلين، والكلام ده بدعة وكفر بالنسبة للوهابية السلفية، والنقطة دي أنا هشرحها بالتفصيل في الحلقة الجاية. ونشوف الشيخ البراك وهو بيرد على ابن حجر ونشوف هيقول إيه. ويكمل يقول: إن الله تعالى يتحيز في مكان إنما السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات. هذا هو كله، هذا كلام نفاة العلو، هذا كلام نفاة العلو، يعني عندهم إن الله حال في كل مكان، أو بل قد يقول بعضهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه، إذن هو معدوم. نعم، بعده غيره. وشفنا الشيخ البراك وهو بيقول إن نفاة العلو هم اللي يقولوا إن السماء قبلة الدعاء، ومعنى كلامهم إن الله حال في كل مكان، وبعضهم بيقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ومعنى كلامهم إن الله معدوم. ومعنى كلام الشيخ البراك إن ابن حجر ملحد بيقول إن الله عدم، والأشاعرة برضو ملحدة لا يؤمنون بوجود الله، وإن لازم على عقائدهم الإلحاد إنكار وجود الله، يعني الغالبية العظمى من المسلمين ملحدة. يعني الشيخ البراك يتهم الأشاعرة اتهام صريح انهم ملحدة. تعالوا كمان نشوف ازاي الأشاعرة بيتهموا اللي بيثبت علو الله انهم ملحدة، ونشوف تفسير القرطبي سورة الملك آية 16: أأمنتم من في السماء. وطبعا احنا عارفين ان القرطبي أشعري، ونشوف مع بعض التفسير. تفسير القرطبي قوله تعالى: أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فإذ هي تمور. وقيل معناه: أأمنتم من على السماء؟ فقوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي عليها
ومعناه إنه مديرها ومالكها، كما يقال فلان على العراق والحجاز، أي وليها وأميرها. والأخبار في هذا الباب كثيرة، صحيحة منتشرة، مشيرة إلى العلو، لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاند، والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت، ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام. شفنا في تفسير الطبري لما بيفسر أأمنتم من في السماء، قال إنه ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام، واللي يرفض التفسير ده يا إما ملحد أو جاهل معاند. دلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة إن الأشاعرة رفضوا إثبات الصفات الخبرية النقلية بالأدلة النقلية، لأن إثباتها على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، لكن بيثبتوا صفات المعاني اللي هي زي القدرة والإرادة والسمع والبصر مش بيؤدي بيهم إلى التشبيه، والتشبيه يعني التجسيم. والصفات اللي رفضوها أو رفضوا يثبتوها دي زي إيه؟ الوجه واليد والنزول والعلو والاستواء على العرش، دي كلها صفات سمعية خبرية. عشان كده الأشاعرة رفضوا حديث الجارية اللي إحنا بنتكلم عنه كدليل أساسي في معركة أين الله، لدرجة إنهم بيأولوا كلام الجارية. عشان كده الأشاعرة اخترعوا حاجة جديدة وقالوا رسول الإسلام لما سأل الجارية أين الله، الجارية قالت إن الله في السماء لأن السماء قبلة الدعاء، زي ما شرح ابن حجر. وشفت ازاي الشيخ البراق رد على ابن حجر وقال اللي ينفي صفة العلو ده ملحد، لانه كده بيقول ان الله عدم. وشفنا كمان الاشاعرة من خلال تفسير القرطبي بيقول ان اللي بيثبت صفة العلو وان الله في السماء مجسم ملحد. تابعوني في الحلقة الجاية عشان نشوف يعني ايه السماء قبلة المصلي، وإزاي كل من الأشاعرة والوهابية السلفية ردوا على بعض وقالوا إيه. وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقلك، وده يرد بعقله وتنكر